السلام عليكم عشاق الخياطة. الدرس تاع اليوم هي حقيبة مكياج تخص دو مكياج. إذن جبت لكم هذا الموديل روعة، صغير بسيط بالجلد تاع الكوبنات، روعة روعة روعة، كمشروع ناجح. إذن كما شفتوني درت لا فيرميتور تاعنا او السحاب مع وجه لا فيرميتور مع وجه الجلد تاعنا بهذه الطريقه هذه، ورحت درت خياطه 0.5. اذا دروك غادي نروح نخرج الخياطه تاعي ونعاون الماشينه تاعي، نعاونها بالفازلين بهذه الطريقه هذه، ونروحو نديرو الجهه الاخرى ايضا. اذا بعد ما كملت خيط لا فيرميتور تاعي، نجي هنا نطوي بهذا الشكل ونحدد المنتصف بهذه الطريقه. نفس الشيء من الجهه الاخرى، ونجي نحط لا فيرميتور تاعي في المنتصف هذاك او في القصة اللي قصيتها ونثبتها بالمساسيك هادو. رح ناخد قطعة 4×4 سنتيم. اذا انا نفصل القطعة تاعي ونستعمل هاد الاوراق تاع الريجيستر اللي فيهم ديكاغ صغار، هما يساعدوا بزاف على التفصيل. لان ننصحكم انكم كي تبغوا تروحوا تفصلوا على هاد الاوراق. اذا غادي نروح لكات كوتي كي ندير لهم داك المربع، ومن بعد نروح ندير خياطه بهذه الطريقه هذه، ونروح نقص لي كاغو تاعي اللي درتهم. ومن بعد نروح نثبت الخياطه تاعي بالبوان داغي، باسكو كي قصيت غادي الخياطه تنحلي. اذا بهذه الطريقه نروح نثبت الخياطه ونستعمل هذا البي هنايا. اذا شوفوا في هذه المرحله هذه غادي نطويها بهذا الشكل. اذا الجلد تاع الكوبنات جاي شويه خشين،
اذا استعملته تسعفوه قبل شويه. اذا استعملتوا اي نوع من السكاي غادي يجيكم بدايه سهله، بصح الكوبنات جاي شويه خشين، بصح النتيجه تاعها روعه روعه روعه. انا انصح بالكوبنات. اذا بعد ما شديتها بالمساسيك غادي نروح ندير له خياطه بهذا الشكل هذه. وما تنساوش البوان داغي باش البوشات تاعنا او الحقيبه تاعنا ما تنحللناش. اذا بعد ما استعملت اللوغو تاعي غادي نروح نكمل هنا بالبيي باش الخدمه تاعي تجي مقيه. شوفوا اذا شوفوا كيفاش خرجت كيوت شابه بزاف. شوفوا غادي نوري لكم هنايا شعر رفدت لي من يتبان صغيره، بصح شوفوا شعر رفدت لي من حاجه. اذا نتمنى الفيديو اعجبكم، ما تنساوش ديروا تطبيق على هذا الموديل وبعثوا لي في الجروب تاع المناقشات. شكرا.